احنا منطقة حي البكر قرب صيدلية الوفاة، على مود الاوساخ والنفايات ما تجي جماعة البلدية الكابسات، لا ما يجون يشيلون الاوساخ، فالعالم ويصب مجبورة الزتة وين؟ بالشارع بالجزرات ويصب من يجي الزت للاوساخ، ماكو لا كابسات لا شيء احد يجي ينظف، المنطقة كلها خلي يجون يشيلون الاوساخ على البيوت، قبل كانوا يجون، يعني ايش نعمل الحال شلون؟ هاي البلدية بس قاعدين نطوم 18 راتب و19 راتب وما يجون على المنطقة، لا حد يلم الوسخ، لا حد، تمام لو لا؟ احنا منطقة حي البكر. شنو معاناتكم؟ احنا بالبداية نشكر قناة الموصلية على جهدها السباق معانا في كل الأحوال، ولكن ونشكر جهود البلدية على الخدمات اللي قدمتها، ولكن عندنا مشكلة أساسية وهي البلدية. البلدية تشتغل بجهد كبير، ولكن بالشوارع الخارجية أكثر شيء تشتغل، أما الأحياء والأرصفة والشوارع الداخلية بصراحة الغمامة متكون بها بشكل كبير، فنطلب من الأخوة المسؤولين وكادر البلدية أن يلتفتون ويهتمون بالنظر للأحياء الشعبية، لأن الأحياء توجد بها بيوت شعبية ويوجد بها أطفال ونساء بشكل كبير، وهذا يعرضهم للإصابة بالأمراض. عاد عوايل ووسخ 24 ساعة يجيبون يستون، والبلدية ما عاد تجي، والبارحة والبارحة جاءوا جماعة شايلين دفاتر يريدون من كل دكان 5000 دينار، ودكاكين يريدون منها 50000، العالم مين؟ 24 ساعة زادتين هنا الوسخ، يا ابو اخويا لا حد يزيد، جزرة وسطية، هو احنا نعرف احنا ممنوع انه اعلان يصير بالجزرة الوسطية، تعال شوف هسه هذا المنظر، الوسخ 24 ساعة، العالم وين يزيد؟ البلدية يجون يدقدقون الابواب على كل بيت 1000 دينار، تنطيهم يشيلوا لك، ما تنطيهم ما يشيلون الفلوس، العالم ماتت ما عاد تدور، عاد تدور معيشتها، زين النوبة البلدية تجي ساعة وقت فلوس، جت البارحة البلدية ما شالت شوية الشرطة جاو بالقوة جاو جابوهم. بعد توتم وقفوا ما شالوا نص كابسة داروا راسهم وراحوا، والله عليك هذا منظر، العالم شارع عام وجزرة وسطية. احنا الاربكية صورتية، والله متنا من هاي المزبلة، الناس ما تقدر تعبر منين، البحر قوم احضل بالبيوت، يعني البلدية خلي يشوفون خلي يجون يشوفون هاي الوساخة، هاي حي الاربكية النفايات هنا على الشارع، والناس 24 ساعة ست وصخ وما بيوت هنا والباق والوصخ 24 ساعة، يعني الناس 24 ساعة ساتين وصخ، نقول ما ستون وصخ البلدية ما تتقرب ابد ولا تصل البلدية، البلدية بس تجي تفطر هنا وتروح، ما تلم الوسخ بس شوية وسخ وتروح، جابوا حاويات هنا من الوسخ ولا تقربوا عليها، وهي أذت البيوت، أذت الدكاكين وأذت الناس، يعني يجون الناس يشتوها يمشون على بالك، حكومة ما تدير بال ولا تجي تسأل. أخوي العزيز إحنا بمنطقة الأربكية، عالسايدين مع النعيم البديع، المنطقة كانت نظيفة، جو البلدية المنظمة زتوا الحاويات، جيفوا المنطقة بأكملها. البلدية بلغتهم 3 مرات 4 مرات تروح عليهم يقول كادر ماكو عمال ما عدنا كذا الحاويات جابوها سووا المنطقة مزبلة جزر وسطية بغير دول مسوينها حدائق ومسوينها منتزهات احنا عدنا هنا مسوينها مزابل ما يطلع من حق الشغل خلي يطلع من غير المجال وهذا المي المنطقة زين ايش صار البلدية ما ادري هاي البلدية شهرين يجي ابو الكابسة 10 دقائق وفات طلع قبال المي ماكو بشك بالمحلة كلها العالم كانت تعاني من المي وهاي تأثر عليكم على الاطفال اخوي تأثر والله البارحة بالليل عالقينا ما ينقعد بالبيت من الدخان ومن الريحة البارحة رادوا يشيلوني على المستشفى من وراء المزبلة مالها والله ما عادت مي ماكو المحلة هاي كلها ما بيها مي الاربكية العالم فطسة قاعد تشتري بالتناكر الله وكيلك اذا ما صدق روح شوف وهذا الوسخ هذا الوسخ هذه هنا نشرة هاي ما شاء الله صايرة هذه العالم عندنا هنا